أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والخليل ابن أحمد، وهو أستاذ سيبويه في المعطوف بحرف الممتنع دخول ياء، في المعطوف بحرف الممتنع دخول ياء عليه، يختار الرفع مع تجويزه النصب، لأن المعطوف بحرف في الحقيقة منادى مستقل، فينبغي أن يكون على حالة جارية عليه على تقدير مباشرة حرف النداء له، وهي الضمة أو ما يقوم مقامها. ولكن لما لم يباشره حرف النداء جعلت تلك الحالة إعرابا فصارت رفعة. أقل وكمت نجويخيني آوايا والخليل في المعطوف يختار الرفع، وأبو عمرو النصب، وأبو العباس إن كان كالحسن فكالخليل، وإلا فكأبي عمرو. أولا الصمديش دا أقل بير تعمبيخ هر أنبح سمعك كرت لبيل تعمل بكتم أما متنك لكافية جلاء وبلان شيخي بهاي دسكاري كي كدبو لدرسي بيشودا تقديري خدا وزورم خود هاد بلان دزانم بابتكم زور بركو بيكي بو توسيحتهم بلان لسرقاء أو مجائزة ميلا نازانم مجالم نبو جو لدرسك بقرمانية. ولما لم يجري الحكم الآتي في التوابع كلها بل في بعضها، ولم يجري فيما هو جار فيه مطلقا بل لا بد في بعضها من قيد فصل تابعة. لم يجري فاعل كي هو يبو حكم أشياء، وفيما عبارة لمعطوف ما كما يمصر ليك أرزم كردن، أو هو كبدو ما داري يجب حكم أشياء تواني هي فيه أشياء وبو معك أو أقل توضيحك جوان ندابة أو توضى ما أبو أرسانك استيما بحثك برو بحثي توابعي منادك توابعك مفرد بن لواقع دا قتمان چندانان يتشن تأكيد دو صفة سي عطف بيان شوار معطوفك ألي بيو بيد باشا أما أنا بدو شواز إعرابيان بيد دا يك بباري لفظة مرفوع دبن وبباري محلين أجا حمليان كينا سن لفظ منادك مرفوع يكن وكو مثال كان من هنا يوا وبجهتي حملش بوصر محل كان بمنصوب دان خوينين وانا استي اويك استي ام دي خوينين اما تنت شويني كي جرانيشا لا البته جران نيه وكو جران بلان اتر بوكسيكا زور توجوبا نحوناكاو زور كاري بينا بلا جران دي تبر نظره بيقومان استي لو بشان دا لمعتوفك دا اگر معتوفك الي بيو وباشاكا قتمان دو جور تخوين ديتوا هم برفع هم بنسبة أمان جنقاشي كي تايبتا يعني علماء لتابعي منادي مبنيدا كتابعك معتوف به بحرف عطف باشا أو اسمك دبيت تابع بو مناداك عطف كرابته بحرف عطف أو اسم معتوف ألي بيوبيت كالليرة دا بتعبيري وقتي الممتنع دخول يا عليه شو كهرواية وقت اسمك بمانه بيكين منادى الألي بيوبي يانات يتسري لهند اكتباك دل او كألي بيوبي ام دل كنك ريب يتسري هر يكشن بلان عبارتك جاوازة ايه لم بشدا كتابع كمان معطوف بحرف عطف معطوفك ألي بيوبي وببيت التابع بو منادايك كمناداك مبني بيت اما كقلت ما برفع دخلته بالنسبة دخلته يعني اما نقاشي كي زياتري تدا نقاشك بقشتي وكلير دا ام بزرقوارة بو ما بحزكا لبيني ظاهرا ام تن كسداها نظرم اي رئيسي بوي هي تشبية تنبي اقدار نما اسل الزهن مدانية بلان عموما لبيني خليلو لبيني ابو عمرو لبيني مبرد دا نقاشي كي قوله لسر ام بشان لسمعتو فكا كألي فيو بالبشان ظاهرا واي بودت كخليلي نازانم لأول وهي نابد دكري او كلا اولا بيهيني رأي مصنف لسر او صاغب بيته ودكريت إيه؟ خليلي كري احمد خليلي كري احمد فراهيدي خاوني
كتابي العين كأولين سرچاوي للغتي عرب دا وكسي ك باوك علمي عرز دادندري باشا ما مستاي سيبوي هي كدلو استاذ سيبوي وبراسي سيبوي زوري شلي فيربو نقلياتي زور يعني سيبوي زوري شلي نقل لك او وايه إيه باشا خليلي كوري احمد كما مستاي سيبوي ها باشا لم باشا عند في المعطوف بحرف لم باشا دا لتابعك دا كتابعك معطوف بيت باشا بتي معطوف بيت بحرف بحرفه كوان نكري يا يبتسر يعني اگر قرار به ياب تتسر و اسم نشد بود چون که به هکاری او اسم که با خوی علی پیوه وقتی علی پیوه بخونه که یک تتسر او من بس فی اوه باشه الو باشه دا یختار رفع مثلا تو بلی یا زیدو و الضحاکو و الضحاکا خلیل دلی راجح و بخونه و الضحاکو نصفش درسته بلان دلی اونده که رفعکا قویه نصفه که اونده قویه ایه بلان كارت اختياري رفع دكا باشا مع تجويزه النصب لقال ودا لقال اجازه داني خليل يشبو نصبين لقال وشا خليل اجازه دا بمصوب جخندر ايه دو نقطه لردا جي اهميتها متن كافي اوايا والخليل في المعطوف يختار الرفع اوايا متن كافيه إشارية بو متن كافية ألي في المعطوف أو ألا كلسر كلمة معطوفة بو أحد خارجي واتا بو أحد ذكري باشا يعني أو معطوفك لدرس في شودة إما هاخوين من كفرمي من متن كافية من التأكيد والصفة وعطف البيان والمعطوف بحرف الممتنع دخول يا عليه أو أتشتبو أو معطوفي في شو باشا أو أحد ذكري باشا إيه عرضی برای خواهم کم پسشان جارو مجبوره که که فی المعطوفی بیت علود بسیار بیختار وو و تقدیمی جارو مجبوره که فی المعطوفی بسیار متعلق کدا که یختار و کعامل لمحل کیدا تقدیمی ام جارو مجبوره بو حصره باشه یعنی چی؟ اینی جناب ابن حازم بو من دل لتوابی توابع دا ک أو بشي أولا كخوين ما نستثوانو وبشي دو ما كدوا ترديد لم بشيان دا لتواوي أو توابع دا كجيغي قصبه تنها لما جيغي قصبه اختلافها بيه فقد لما اختلافها يعني أم كتبانا بوي آوى دمين نوا بوي آوى بقيمة آوى جرانن آوى جران بهان بنرخن هلگری آم خاله با ارزشانن هلگری آم بابتا بپیزانن چاوله لرده ابن حاجب دیتوانی بلا والخلیلو یختار الرفع في المعطوف دروس اشکالی ترانیه بلان کدلا والخلیلو في المعطوف یختار الرفع في المعطوف که معمول بو یختارو معمول که بسر عامل کدا پیشکوتو که جارو مجرور که پیشکوتو بسر یختارو دا تقدیمی جارو مجرور بسر عامل دا نشانه حسره یعنی چی؟ يعني ده معنى او ما بده او ما ببلكك كان محل نزاعك بين علماء ده لمسألة توابع منادى مبني ده كتوابعك مفرد من محل نزاعك او كجيش شيء ومناقشه ومشتمره فقد انبشانا اسمك كعطف كلابه ثاني ونكري يبت تصل وتاليف وبت ان لا تاكيدك ولا عطف بان ولا صفتك ده هيج نقاش يغنيه تكتب مرفوع واخواني تكتب منصوب واخواني بلا امين نقاش ده سلا او يك دو مع تجويزه النصب لركان دا شاهدك لقرآن دا ديه النوان علماء زوتر او كخوي قولة أفرمي يا بحسي داود نبيك عليه الصلاة والسلام يا جبال أوي بي معه باشا والطيرة لقراءة سبع دا والطيرة زوت شاك باشا بلان لا قراءتك داك قراءة شازة برف أخوين دريتواني نظام قراءتي شيا يا جبال بلان قراءة شازة وندي زان يا جبال أوي بي معه والطير أو الطير عطف بوسرتي بوسر لفظي يا جبال بوسر لفظي جبال جبال كليدا مزموم ومبنية الطير مرفوعة باشا بلان بنسبش خنجاو توانا لقراءة السبع دا كهر حوتكان كقراءة كان متواترة
خندوانتو يا جبال أوبي معه الطيرة أو اليد الطيرة عطفة بوصر محل يا جبال البت قصي كشحية بلا من ليردا فقد أو عند دينم شونك قصكاني كلا بحثك دم عن بعث الدروة إيه زرتك أو شهيدك أمزا دليلي أوكا جنابي خليل لم بشدا لم بش لتوابع دا على بلاي من الراجح ويا مرفوع به حتى النسبة جلست دليلي أو دليل كيتي دل لأن المعطوف بحرف باشا لنسخيج كذا لأن المعطوف بالحرف أو هاتو هادو لا جلست لبر أو اسمك عطف دكتاتو بحرف عطف باشا في الحقيقة منادى مستقل لحقيقة منادى كي سر بخوي مثلا كتو دلي يا زيد مثلا بفرس والعاقل العاقل دل منادايت يا منادايت سر بخوي لا صلى بو چونك واوك عطف دكاتو بو سر معطوف عليه كو خد يا كدت يا تسريك وقل يا العاقل مثلا أمزا بو بمرفع ديخ من أقوابه طلع لنتيجة لها بودا قين وقتها حكم منادى سر بخويها به فينبغي أن يكون على حالة جارية عليه بيويز دكا كأم معطوفا لسر حالتك به باشا أم منادايا لسر حالتك به فينبغي أن يكون أم منادايا لسر حالتك بك أو حالتها جارية وتطبيق ذكري عليه بسر معطوفا كده باشا آه ها هي عليه بالنوب معطوفا على تقدير مباشرة حرف النداء له بفرز وك حرف نداء مباشرة كدوله بو أو معطوف يعني حرف نداء كراسو خلص سيرتي يعني بو فرزية واقع چونك تو تولي جاء زيد وعمر عمر بو فرزتو عطفية كيتو بو صازدي كجاء لسال عمري بي وكو يقول بيت جاء عمر أمجوايا كو هي الضمة لواقع دا كبالي كدفر ميه كمباشرة حرف النداء معطوفك أو تقدير أو مباشرة دبيت كلمة الضمة أو ما يقوم مقامها ياشتك لزيقة الضمة دا دنشيك ألف يا مثلا يا وواني إيه زور شاكا جا دلي جالبة دلي معطوف بحرف لحقيقة منادى سر بخويا بيويز دكا لسر حالتك به باشا أو حالتا جاري دكري عليه بسر معطوفك دا باشا إيه لسر فرضي او كمباشره كلو حرف نداك له بوتي بو معطوفك يعني راسوخو حرف نداك لسر معطوفك يعني بن فرزه دايدري كتولي يا زيد والعاقل ودادني كلدوا واوك اصلا ياي لبيت باشا ابجي واوك سهر ياي لبيت جاوه هي او هي بنو بو حالتك عفو نقبو مباشرك وهي امي كذا لي بيز ذكا امان امنا ام معطوفه بحرف اتف لحقتها من ليس بخو بيز ذكا لسر حالتك بيه أم حالتك تيه ضمه ياشتك يقوم مقامها هاي مقامات ستبو ضمه ياشتك اللي زيه ضمه دانيش تبه إيه دي خول نتيجة مدبينين يايلينية يعني دلي بيويز دكا لسر حالتك داب مزرين دري أم معتوفيا بفرز أوك حرف نداك مباشرة أمي كدبه يعني حرف نداك لسر بيد إيه باشا دي ولما ولكن لما لم يباشره حرف النداء إيه أما لكاتيك مباشرة نكدو أبو معتوفك هي يباشر هبرنو بو معتوفك لكاتيك مباشرة نكدو أبو معتوفك حرفا إذا كان حرفا إذا كان نتو تسر معتوفك جعلت تلك الحالة إعرابا أو حالتك زميا بإعراب دادان دري فصارت رفعا دي بطرف أما دليلك يزور سيرة والله من هر لبحثك حاليهم دليجي دلي تضل يا زيد والعاقل دل أم عتفاك العاقل عتف دكيتو بوصر زيدي دبيتو واي عتف كيتو بفرزي أو كمنادى سر بخوبي يعني يكو يقول بيت يا العاقل أيوان يا إيه لنتيجة دبي لسر حالتك به باشا كأم حالتا بفرزي أو دادن ليه كياي لسر به دي أجل اسمك مفرد به معرفة به أيوان يا اسمك مفرد به معرفة به كفرزي أو ببكري ياي بتتسر چی دبیت دبی مضمون بی یا اگر مفرد بود اگر تصنیع بود با الف بی اگر جمع بود ای جمع زمی سالم باور بی باشه اما دل وقتی امکانی نیا آو حرف نداء مباشره که چونکه آو کلمه که معطوف که مثلا آو العاقل بی ناکی یا بیشتر تصدی چونکه بدالیلی آو الی پیوی ایوانیا اه صرتش که دل وقتی آو ناکی امکانی نیا جور نابی بومن یا کی بخی نصر بلن يا زيدو
يا العاقل تونك ياو القابل جمعنين لسر كلمك على وقت إمكاني أوانيا أو حالتك الزم يدبي بيبت حالة الزمك كبنائية تغيير رفتار سرشتي خوي دا دبيت معرب أما قصي خليل إيه زرتك. وأبو عمرو بن العلاء النحوي القارئ المقدم على الخليلي باشا يختار فيه النصب. أبو عمرو بن علاء نحوي يك قارئ يشكل قراء السبع كمقدمة بصر خلال جاء مقدم بك بدو معنى تفسير بك لتهد بشان هم لزمان دا لبيش خليله بوبيت وهم لبار علمي شوا دقيق نظر أم خليل يعكسي كي لباري أبو عمرو بن علاء بصري ودل خلقي بصري باشا يككل قراء السبع شتيك دلي سبحان الله زورم بلاه السيلة يعني لسر وجه نظر كاني أبو عمرو بن علاء باشا الله خواي قورا جل جلاله برياري وابوا بو هموشتك بيغمران تنها معصوم بن باشا دلا اگر بريار بويايا لدواي بيغمران كسيك معصوم بوايا لباري قصو آراء بوچونا كاني دا أفرمي أم أبو عمرو بن علاء بصري أول كسي دا بوكا معصوم دا سبحان الله يعني أوند خاون علمي كي قوربوا أوند إنساني كي قوربوا يشكل لقراء السبع إخوة قورة درجاتيان عليك يا ربي إيه وهل باري علمي شهر قطعا مقدمة بس الأواني كذا إيه أو أم دلي يختار فيه النصب علي هل دبجيري فيه لو معتوف دا باشا هي كذا هو معتوف نصب انتخابك اختيارك يعني أفرم راجح ويا منصب لبرتي لبر قراءة جمهور جونكا إما أوانيكا وكو حجة قراءة كانيا وبنوع إجماع علماء أمة الأسرة قراءة قراء السبعة أم حوت قراءتان هر حوتيا لم شوين دا بنسبة خيون دوانا توكو آتك خيون دوانا يا جبال أوي بي معه والطيرة أها هر حوتيا الطيرة خيون دوانا باشا إيه مع تجويزه لقل بدرزداناني أبو عمر بوتي برفعش هي تجويزه تبيت فاعل تجويز كمصدر عرف تبيت مفعولك لقل بدرزداناني أبو عمر برفعش يعني دل دكتور مرفوش خيني بلان راجح أو بمنصوب خيني باشا بو فإنه لما امتنع فيه تقدير حرف النداء بواسطة اللام لا يكون منادا مستقلا فلا حكم تبع أم بيشواني خليل بالريادة دا خليل دلي وقتك أم اسمع عطف بحرفك حكم منادي سر بخوي هي دي وقت حكم منادي سر بخوي هي دبي حالتي حالتك أي جوريك بي كوادانين ياي لسر بي دي أجي ياي لسر بي قرارة ياي لسر بي مفرد المعرفة دي الزم بي أيوانيا دي وقتك أم زانا كري يا بيتي سري چونك لبر أوا ألي بيويا حالتك تغيير دين لما بنيوب بلو إعرابه زمك دا كينا حالتي رفعو دي كينا حالتي إعرابي إيه باشا زرت شاكا يعني لو حالته تغيير حالتي دي دين بلان أم بيتشوانا دالي ألا لبر أوي شأن حال وايا لبر أوي لكاتيك منع فيه لمعطوفك دا فرز حرف نداء بهوي تشي قدغنا بواسطة اللام لبر أويك أو معطوفة ألي بيويا ألو يا دوك حرف لقليك كونا بنا ولا سر كلمك أي بنيا دي وقت قد غنى منع لو معطوف دا تقديري حرف نداء بهوي لام وكلا سريتي نابت من هذا يسر بخو أم بيسواني خليل قصدك خليل كفرمي لأن المعطوف بحرف في الحقيقة منادى مستقل أم دلنا منادى يسر بخون يبو چون که دلیل آم معطوف علی پیویا. اگر واج دانین یا ابتدا تصدی نکری، با چون که حکمی منادای سر بخونیه. چون که اگر بیکت منادای سر بخو، لگر علاقه قابل جمع نده به لایوها استفاده کی بود؟ دی وقتی ام نب وقتی نکری حرف نیدای سر به، ل نتیجه دنابه منادای سر بخو. فله بو آم معطوفه هیچی
حكم التبعية دي حكمتي حكم تبعية هي زرت حد أو يعني لبي تابع به إيه زرت هكا دي وتابع المبني تابع لمحله وأمجا قاعدة جوايا اسمك أجر مبني به لأصل أما قاعدة كي أجر تابعك بوبينين تابع أو تابع تابع محلي مبني كبير لأنك اعتبار بحركة مبني كناك أو حركة مبني عامل ببيانة بإقرانك هيج أرزشينية لأنك لسر عامل بكينك وتو عاملي لبيانة بأجر حركة بها الحركة دابع لنتيجة تابعك تابع محلك إذا كان محلك إذا كان داو محلو النسب كنسبية أم قصى لباري قواعد عربي دا جوانترو دلسترو ما قلتر إيه واعتبو من درك خليل أبو عمر قسكانيا سوهشتا درجة بيتشواني يكن لقال يكن أخيرا دو قسان هي دو رأيان هي حد رأيك بيتشواني يكن سوهشتا درجة ليك دورا إيه لم وسط دا هميشا وقت دو رأي دجبه يكدبن دو رأي دجبه يكدبن أما بابتك زود تايبتا زود جاران رئيسي ومدى درستبت كذا لك هكذا نوكتو نوكتو نوكو نيو بجيوان كريك دكونا نو بينوا وأبو العباس المبرد باشا وأبو العباس المبرد إن كان المعطوف المذكور كالحسن أو فكالخليل كالحسن يكوتي أي كاسم الحسن في جواز نزع اللام عنه فكالخليل أي فأبو العباس مثل الخليل في اختيار رفعه باشا لإمكان جعله منادا مستقلا بنزع اللام عنه وإلا أي وإن لم يكن المعطوف المذكور كاسم الحسن في جواز نزع اللام عنه مثل النجم والصعق فكأبي عمرو أي أبو العباس أبو العباس مثل أبي عمرو في اختيار النسب لامتناع جعله منادا مستقلا أبو العباس كني مبردا مبرد لمدرسة بصريانة شاغلي ثعلبي كوفيش بو وافزانم كثعلبي شكل زناني جورا فعشان إتر بخوا وافزانم شتا مجلسية شكل زجاجة وابزانم كبيشتر لو لما دلسي او دابو بهر حال كتابي سيبوهي هرمو فوندو ويتر بيهيكي زور قوريو الكاملي هي الكامل في اللغة والأدب شتيش وزور كتابي كباشا قديتان بيكرن بلان تبعي باشي بكرن او المقتضبي هي بحت هايبتا بلان كومالا آراء وبوتوني طبيعتي حالوايا لقال بوتيني زوري لم تبقى نحوي أنا نخوي نتواني يتر هاد زريفة قشتا كتام ببشتكي تايبة لواقع دا إيه أبو العباس وكو مبرد به أم حاتو توسطوا على كاكا نآوا ونآوا إيه على أجر معتوفة مسكولك أو معتوفك قصيلة داك لباشا أو اسم معتوفة أجر وكو حسن وابو أو دلي قصاكي من جوكو قصي خلي الوايا يعني تي وكو حسن وابو دلا وكو حسن وابو وكو اسمي حسن وابو وكو لفظ حسن وابو لتي دا لويا كدلوز بي لامي ليا وكرت يعني تي اما خوش الوستان لما عرف كردن دا لبا معرف كردني كلماتا رقا من زور يكي لرقا كان اويا كلمة يكي كينا علم يكي لرقا كان اويا كبو بعلم نبتا معرفية شكي لرقا كان اويا كاسم كينا معرفة بچي دي كينا معرفة نكيريو عليكي تعريفي دخيل سر بألك ديكينا معرفة أما قاعديكي خلاصي كلام معلومي هم ولا اعتابة قاعديك لقواعدي زماني عربي إيه بلان اشتكى هاي ليرة دا جيغي بحثة أويا ك مثلا ريدا كوي اسمك بعلم بوتا معرفة يعني علمة باشا أليشي لسلام أسي أمزح حكمي وألت يوم علم يتكلم معرفة كدني كلماتا قوي ترى تاوكو ألك يعني هميشا رتبو جيغو بيجي علم قورة ترى لجيغو بيجي ألي تعريف إيه زور شاكا أما قاعديك الرئيدة كوي اسميك من هي علما وكو حسن ألي شي لسرا أي
اگر حسن علما ناوي من ناوي تو ناوي هر کس يك او الچيبي ويتي قاعده كه اوي الين اگر او اسما كالي بيويا بيشتر بو كبوبو بعلم بوبو بمعرفه الك هيچ كاري الك زائده ايه هيچ نقش فينيا اي اوي كعرب بالذات طبيعت انوايا بوصر هندق لعلم كان ال دينن كبيدلن الي زائده وهندق بيلن الي تزين بو جوانكاري مثلا كوملك اسم هاي للا عربان بو جوان كاري وزرافت كاري وكو مارك تولدر ودرازين يوا رازان نوي ام كلمان او ام علمانا بألا للا مثلا جليل ألي دبنسر كريم ألي دبنسر حسن ألي دبنسر حسين ألي دبنسر خليل ألي دبنسر بلان سعيد نبي سلاوة ألي بنسر مسعود نبي سلاوة محمد نبي سلاوة محمود نبي سلاوة مثلا إيه باشا زرتك جنابي مبرد الله أو اسمع كبوت الجيش البو إيمو دوزاناي قوري أم أمة لبواري لغة عرب داني قاشيان هلا سري وكو خليل أبو لأبو أبو عمري بن علاء بصري برحمد بن على كاكا بام بيم لم وصلت دا قسيبكم أجر أو اسمع كعطف كرابوا بحرفك يعطف بوسر منادى مبنيكا باشا أجر وكو اسمي حسن وابو يعني معرفة بو أما بأل معرفة نبو بعلمية معرفة بو بعلم بو معرفة واتألك زائد بو أو دلفك الخليلي أبو العباس دلرا إنيش أو كاتوكو خليل وايا بو چونك دكري لا مكي لي وكي أو ألا ألي زائد جا أمجا أوش بلين لسيوتي دا أما توضيح من دا ألي زائد دوالا دو بشا بشي جي كذا حد بشا كدا زائدة بشي كي زائدة ولازمي كلمية ناتويني وكي مثلا زي ألي اللذي زائدة بلا ناتويني وكي ألي اللات زائدة ناتويني وكي بلا ألي الحسن أعلى ورا لي وكي بلا حسن ألي الخليل لي وكي بلا خليل على أجر دروز وها في جوازي ناس إلامي عنه لدروز بوني دارنين إلامك منه لمعتو لإسمك وكو حسن أجر آوابو أو اسمك عطف كرابو ألي بيوبو معرفة بو بعلم يدوكو اسمي حسن وابو لو داك بكري ألكي لوكي على رأي مجوكو رأي خليل وايا يعني بلامو درستا أو راجحة كمرفوع بيت يأيف أبو العباسي مثل الخليلي في اختار رفعي أو وقت أبو العباس وكو مبرد بيه لانتخاب ترجح داناني رفع كيدا وكو تيوى رفعي معتوفك ده رفعيته بمرفوعك أبو معتوفك وكو رأيكو خليل وايا بو لإمكان جالي منادى مستقل بنزء اللامي من عنه شخصك جوانا طلا وقت اللامك بكري له بي ياك وقت ناكري لسره اسم بي كأم اسم ألي بي وبي ده وقت ألك بكري لي وكري أيوان يا ألك بكري لي وكري اتر إشكالي تدانيا لكري بي بيت منادى كي سر بخو اتر زمي بي بدري بلا اگر الك علي تعريف بو ناتواني لي وكي بو چونك معرفة بوني كلمة كده فوتي بلا علي الحسن اگر توبيني ليشي وكي توتواني بلاي يا زيد والحسن بو چونك دتواني بلاي يا زيد يا حسن او الحسن دتواني بلاي نلي يا ايوها الحسن دتواني بلاي يا حسن بو چونك او الا اقل لسر لسر الحسن اقل لك داني حسن بكيناكي ولا معرفة بوناكي دا معرفة بوناكي بحالي خوي دميني تواني لبر چي لبر اوا ام بعلمية بوتا معرفة الاك بونونا بوناكي هج ارزشي چيني بوي دل اقل اوا بو او رفعك راجحة وإلا اي وإن لم يكن المعطوف المذكور كاسم الحسن في جواز نزع اللام عنه أجر معطوفة مذكورك أو معطوفك قصيدة ذكرية وكو اسمي حسن وانبو لدرزبوني دارنيني لامك عنه لمعطوفك وكو النجم الصعق أو فك أبي عمر دل رأي من وكو تيوه وكو أبي عمر وكو تون يعني مثلا بونمونا وكو النجم يعني رأي موكو رأي أبي عمر يعني دل نسبك راجحة تاوكو رفعك ألا وكو تشوكو النجم الصاعق باشا النجم لأصل دا أو النجم لأصل دا ناوي هر أصيريك بو بيان قتوب هر أصيري دا النجم باشا باشان
بوت علم لقل لام دا بو سوريا لقل لام دا بوت علم بو سوريا تناتو أليليوك أو يك دو صعق صعق لأصل دا ناوى بو هركسك كهورة رشقي بيالان يما علي أوي كهورة دا قربيني برق أو رعد برقات دروز دا بولاشتيك دا صعق لأصل دا ناو بو هركسك كخلاصة صعقيك و هورة رشقيك آسماني لي بدري باشان لقل لامك دا بوتا ناو بوكسي غوكو كناوي خويلي دي بني نفيلة لابد اوي كاتي لكاتي كباهالي كدو خلاصي كلام بوبا هورو هلاو بوبا رعدو برقو هورة تشخيق لو كابراي دا ناوي أصاق بوب بوب اوي اتتواناتواني الاكي لوكي ايه اصدر اقر اعوى بنا ذكرى الاكي لوكي اه باشا أكو النجم الصعقانة أتناتني ولا النجم الصعق النجم ما بست في السفر يابي نا ناتواني ولا الصعق وما بست ما بست في أوبي كناوي خويلد بن نفيل بنا دبي ولا النجم الصعق أكل أو ندك لي وكي أود لي فك أبي عمرو رأي وشونا كيمكو أبو عمرو ويا يعني أبو العباس لوكو أبو عمر درواني لحرب جاليني نسبة لو كاتا راجح ويا منصوب به بو لامتناع جعله منادى مستقلة چونك ناكري او كاتا هي جعله بشتوب معتوفك چونك قدغنا قرارداني معتوفك بمناداك سربخو ناكري ببيت مناداك سربخو اختي كان ناكري تشيلي دكي لواقع دادو خيش دولة ضمعتو لواقع اه بو چونك ألي بيويا ألا قليا دا قابل جمانيا لنتدى منصوبونكي راجح وباشتر يعني باعتبار محلي مناداك نصبي بيبدي اه اوه نقاشك لبيني أمكم ملا علماء دا بو احزر تشكم باشان بابتي كمان ماو والمضافة عطف على المفردة دقتك لدرسي بيشودا كأرزم كدن قتمان وتواء متن كافية لنزلها وتوابع المنادى المبني المفردة أمزا وتوابع المنادى مبني المضافة مضافته طلب مضافة عطف وصل المفرد لدرسي بيشودا أودها إيرق صمان لو كتوابع منادي مبني مضاف شبه مضاف نبن قبولا أي أمجا توابع منادي مبني أجا مضافون يعني موكو أرزم كدن براستي أم بحسا بحسي كي جرانا لذاتي خويدا بلان هزار رحمتي هم لابن حازم هم لمولانا الجامي جواني اشتكو كوكدوتو هرچن تفصيلي توايو ترانيا بلان بيني وبين الله اشتكيان زو جوان كوكدوتو اما تاسي ام قصو بحث دو كتوابع منادى مبني مفرد بالمضاف شبه مضاف نبن اي هر توابع منادى مبني او كاتتبن مضاف بنشي على وتواب اي وتوابع المنادى المبني على ما يرفع به المضافة بالاضافة الحقيقية تنصبو توابع منادى مبني كمبني بلسر او شيء كبي مرفوع دبي وكو بيشتر باسمان كد جاء توابعك اگر مضاف به صفتي توابعك وابي مضاف به باضافه حقيقي چون كتمان اضافه لازم حكم مفردي هي اگر بيتام به لدرسي بيشود حقيقي اضافه معنوي او توابع تنصب توابع او منادى مبني كمضاف بن منصوب دبن اها بو لانها 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 باشا إذا وقعت منادى تنصب لبن أوي أو توابعك مضافا أجر قرار خويا ببن بمنادى دائما منصوب لبن مثلا يا زيد زين العابدين أجر زين العابدين قرار بكيل مناد هذا يا زين العابدين غير نسبة رقي كينية أيوان يا زيد صاحب عمرين أجا صاحب عمري بكين منادى هذا لن يا صاحب عمري غيري أو أخوي ماك أما شتيج كمان يا أيوان يا غيري أو غيري أو إيه أي دلت شو لأنها لبروي أو مضافة كان توابعي مضافة لأن أبو مضافة كان يعني توابعي مضاف أجر ببن بمنادى تنصب مبني لبن ديف نصبها إذا وقعت توابع أو لا منصبوني أم توابع مضافة أجر بن بتوابع فنصبها بمضافة أجتوا
هم وهم أو هاي لأنها هم أم هيا بمضافة أجتوا دي منصبوني أم مضافة أم كا أم مضافة كده بتتوابع أجابون بتوابع منصبون كان هاي أولاد ترى نزيك ترى شاك ترى إيه وقت أما بوخوان إما بيان كينا منادا لواقع لا منصوب دبن دي دبته من هذا مزاف من هذا مزاف منصوب ده بيكو قطمان دي اگر بشبيت توابع هر بجوات بيت منصوب بلا قيد بو لأن حرف النداء لا يباشرها مثل يا تميم كلهم في التأكيد ويا زيد ذا المال في الصفة ويا رجل أبا عبد الله في عطف البيان آه ها لبن أوي حرف نداء مباشرة ناكن أيوانيا حرف نداء مباشرة ناكن ناس نستريان باشا وكو ليرك أنا يا تميم مثلا كلهم أما لا تأكيد ده باشا دايما صبونا كان شوك أكا حرف نداء مباشرة ناكن ظاهرا حكوين شكيلة بيدارو بلان خو مباشرة ناكن دي وقت مباشرة ناكن لواقع دائي ترهد بمنصوبي ده منه وبمضافي ده منه وانه ازو تشكا لأن حرف النداء لا يباشر حاكبه مضافة جد شونك حرف النداء ناس يتسل من أداء توابع مضافة كان وكوتي مثالة كان لا تأشي لها دليا تميمو كلهم تقول ويا زيد ذا المال لصفتها في الصفة زالبة الصفة بوي باشا شونك ذا تأويل بمشتق كلبة الصاحب ويا رجل أبا عبد الله أبا عبد الله أما في عطف البيان لا عطف بيان إتاوليتي إذا تشكر أو ولا يجئ المعطوف بحرف الممتنع دخول يا عليها مضافا لأن اللام يمتنع دخولها على المضاف للإضافة الحقيقية وأمزع علي بلان لبشي معطف دا مع اسمك عطف كلابته بحرفك كقد غبى يا بتشتسر بصورة مضافنا يعني اسمك كأليبي وبيا بكردي وبكرتي بصورة مضافنا بو شونك ألب لام على منع داخل بوني لام هكب ولام تتو بوصل اسمك إضافة كلام بإضافة حقيقي ومعنوي شونك لها مكتبة كأخوين دو معنا مضاف يكيق لشرتكان إلى إضافة معنوي دا ويا يجب تجرده من اللام يا من عن التعريف مثلا اشتكي بوجوده دبي مضاف لاضافه معنوي دام ن الي بي او بن تنوني بي او بن نوني بي او بن هيك كامل لمعني بي او نه بلا اخره اذن اوان ناكره بقرار قطعي زور باشا اما طلبش دارين للا من زيجنوجي عسره اجل فرياكوتين لو ادامه دلين في جنكوتين داشونه كبانغي جود ديستين او اما بشي اول بشي كما بو غوتمان او يبدلوا اسمك بدل كلمة التابع بمنادى مبني ومعطوفك كمعطوفك ألي لسر نبيت يعني أو نبيك يعني تتسري بكري يعني تتسري أما قلت من حكم منادى سر بخوان هي اتقسل وناك بباري لفظة مرفوع بباري محل منصوب به على إنكاك حكم منادى سر بخويا أجر وكو منادى مفرد معرفة قراري قل مظلوم تبي وكو مستغاث قراري قل مجرور تبي مثلا وكو منادى مضاف شيء فمضافين كلا قراري قر منصوب ده بآوة مثلا باشا والبدل والمعطوف غير ما ذكر أي غير المعطوف الذي ذكر من قبل وهو المعطوف الممتنع دخول يا عليه فغيره المعطوف الذي لا يمتنع دخول يا عليه حكمه أي حكم كل واحد منهما حكم المنادى المستقل إيه بدلوا اسمك عطف كلابتاني او عطفي غيري اوي كباسكرا يعني غيري او معطوفي كذا لو بيش باسكرا اوش كتبو اوي لو بيش باسكرا تبو وهو قبلو كتبو ولا معطوفي قو كقد غبو يالك تسر بو چونك هي علي تتو بو معطوفك چونك تبا معطوفك كي يناتي تسنك الي بيويا ديف غيرو غيري او معطوفك كي يتسر معطوفك كوا لا يمتنع دخولي عليه معطوفك كناكريت قد غنية باشا داخل بنية عليه بصر أو معطوفها جاء حكمه حكم المنادى المستقل حكمه شارح بماندلة هيك باعتبار كل واحدة إن الأصل بدل معطوف دولانا أجا في السيال بكتب بمرجعك بمفردة الله
أما باعتبار كلانين هر دانيك منهما لبذل لمعطوفك حكم كانت حكم منادي سر بخوي هي كم منادي سر بخوي كم هي الذي باشره حرف نداي منادي سر بخوي أو منادي كراس توخو حرف نداك شو بتستر سر مناداك يعني أجر تابع كمان بدل بو يا أجر تابع كمان معطوف يكبو ألي بي أو بكردي أم دو تابعة كتابعي منادي مبنين حكم منادي سلب أخوان هي قصلا وناكري بلفظة باعتبار لفظ مرفوع وباعتبار محل منصوب نا حكم منادي سلب أخوان هي لمسالة كانش دا دردك يا بوتا إيه وذلك لأن البدل هو المقصود بالذكر والأول كالتوطئة لذكر كالتوطئة لذكره ولولا شوى والمعطوف المخصوص هو المنادى المستقل في الحقيقة ولا مانع من دخول حرف النداء عليه فيكون حرف النداء مقدرا فيه مطلقا دليل كيتشا دليل بدلوي لا بدل ودس بيمكن لا بدلوي بدل هو المقصود بالذكر بدل بدل مقصود بالذكر يعني أما بحثك للتوابع ده كإما وقت باسي التوابع ده كين توابع حميشا ما بستي أصلا كم متبوعك ينك تابعك مثلا للصفتها موصوفة كم ما بستي أصليا لتأكيدا مؤكدا كم ما بستي أصليا لعطف بيانا مبينكا ما بستي أصليا لا معطوفة معطوفة ليا كم ما بستي أصليا بلا لبدل ده نا تابعك كبدل ما بستي أصليا مثلا أمن ظلم رأيت زيدا أخاك أخاك ما بستنك زيد أما هو بدلتها هو التابع المقصود بالذكر تابعك كما بستي سركي للذكر كدن دا تابعك نك متبوعك يعني لها متوابع دا متبوعك أصلا وقرنجا وبها بيدراوة بلام لبدل لا بيتشوانيا علماء دلن متبوعك كوكو مبدل منه وكبه لحكم طرح وسقود دايا لحكم فراموشي دايا بلان اوي كما بستي سركية لذكره كده تابعك يا نق او اوشتك عبارتك هبو لقديمة متينة دا جيش دان قد بدل لحكم مبدل منه دا مبدل منه لحكم السقود يا زماشي دلي لان المبدل منه في حكم طرحي يعني وكواته مدلو انه كحرف فردي مثلا بلا رايت زيد انا خاك اصلا زيد النقد به قلت بيت رايت اخاك مثلا الامر شويه احد تقول له جاء يا باش ايش كذا لن لبدل له نيتي تكرار عامل هي يعني اولك لا بلا عاملك بين السرد ومك كبدلك يا اقد روز هو بدل روز نبو بدلني ايه اما بحثك ان شاء الله تتابع يا اخواني كما هم لقت الدهم للسيوتي ده لمكتب كانك شرحي او مثلا كدو بجدي خواج مجالي بيدين فرصتي بيدين اللي رجدا قشت ناس تتابع توضيحي كافي وافي تام بودم ضلي لبر او بدل ما بستي سريكي بذكر يعني لكلامك ده بدلك ما بستا نج مبدل منه ك إيه والأول أولك بنص المبدل منه مبدل منه ك كمتبوعك يا وكو طوت أو مقدمة ويا لذكري بذكري بدلك يعني بيش قراء وليك خدمة جزاريك خدمة كاريك بوي بدلك إلى أبدا وبدلك بيش كشكا وبدلك درب خالة واقع يعني هج نقشي شنو يعني بجينا بوان دارندري أصلا بشا أو دي أولا لنتيجة بدلك بو بأصلي بوية مثلا حكمنا ليس لبخوي هي إيه باشان ولولا شو معتوفة عطفة بصر بدلك وذلك لأن المعتوفة أو معتوفة مخصوصة كمعتوفة مخصوصة أم معتوفة كي مخصي لدك معتوفة كخالبة لحرف تعريف أو أويك باعتباري خوي دفرمية كبكري يبتيا تسر لبراو أو معتوفة تايبتيا كألي بيا ونبي وبكري يبتيا تسر أيوش منادي سر بخوي لحقيقته قلت له ظاهر دانا لزايدا وكتابع وبلان لا واقع دا منادي سر بخويا باشا وهج مانا اغنيه لداخل بني حرف نداء عليه بصر او معطوفه مخصوصه لنتيجه لابو دغن فيكون حرف نداء مقدرا فيه حرف نداء مقدر فيه لم معطوفه مخصوصه دا مثلا اجت توكت بفرض مثال يا زيد وعمرو وكوا لسر امري يا مقدر به يا زيد وعبد الله يا زيد
وأبا عبد الله وكوالا سر أبا عبد الله يا مقدر به حكم منادى سر بقيه إيه تماشى لكن أجد ببيت منادى شيء يرى شون دردي حربهم جورا دردي لما عطوفة كشتا إيه جاء مطلقة مطلقة أي حال كون كل واحد منهما مطلقا في هذا الحكم غير مقيد بحال من الأحوال مطلقا ما بس أويا حالي هدانك لبدلك ولم عطوفة مخصوصة كيايب تيتسلو خالي بالأل حالي ما مطلق من رهاب بقيد بن لم حكم دا قيدي مقيد نكري النبس لنا وبهيج حالة لحالة كان يعني تي أي سواء كان مفردين أو مضافين أو مضارين لمضافين كرتين جاء مفردة من هدو كان بدلك وما توفك هدو كان نخي مضاف دبن هدو كان شبه مضاف دبن هدو كان نكي دبن تفاؤلناك مثلا فالبدل مثل يا زيدو بشرو أو بشرو ينسيو بلان بشرو باشا من دا بشرو ينسيو بشرو بشرو ينسيو بشر على ما يشكال يعني أول إيدا أصلا زيدو لابا لحكم طرحايا زيدو كالطوطأتي لذكر بشرو تبي أو بخويني زيد وكو خزمت كاري قوايا بيش قراولي قوايا مقدمي قوايا بوي بشري ذكركي يعني أول نيتي طرح سقوطا حرفا إلى كبير نسل بشر وكو يقولو تديا بشرو دي بشر وقت مفردة ومعرفية ببيت منادان مقا مزمونة بي دي مزمونة بي مجو مزمون بليلتا إيه مثال شكا هلا بدلا يا زيد أخا عمرين استي اخو عمري بينين اضافه كين بولا يكتر بكين منادا مگر نال يا اخا عمرين ها وما جوانا لين بار ولا هر وقت لين دي وادا دنين اصلا لرا كندا زيد الحكم طرح السقوط فلا مشيدايا يا دينين السر اخا عمري دبت يا اخا عمرين چونك اجا اخا عمر ببيت منادا مگر بمنصوبين اخ بندرتو انا مگر اخ اسمين الاسماء ستة النصب مگر بالف نيا با إيه؟ زرتك هلا أو مثال أوي أول يا بو كذبوا من هذين فتى معرفة ديوم يعني اسمه مضاف شو مضاف كوجي يا زيد طالعا جبلا يا زيد طالعا جبلا إذا طالعا لردا من هذا شيء فمضافة بشا كجبلا بشي منصوبة بطالع منصوبة لردا أجد قت الكربة أجد طالعا جبلا ببيت من هذا ما قال الله يا طالعا جبلا إيه ما جوا ما نخبر إيه زرتك ده صح حكم لنتيجة أردش أقوى يا زيدو ده نادر هل هو كوي ويا بيني نسطع لأن ويتيا طالع عن جبلا أما بو من عليه سرب خولة واحدة يا زيدو رجل صالح أما بو من عليه نكلا يا زيدو رجل أجر رجل بكيت منادى مجر نكلا مقصود جنية شو كغير مقصودة مجر منصوب نبي برا ولا أتصالح اللي بتصفة برجلني إيه تقولي يا زيدو رجل صالح أوكي أقول بتدي يا رجل صالح إيه والمعطوف وأمجا معتوف لا معتوف أقول لك يا زيد وعمرو شو كعمريش وكوايا وكو باسما كل حرف دارس مقرين يقول بيتر يا عمرو سعوديتي حكمنا دارس بخويا يا زيد وأخا عمري سعوديتي يا زيد وطالعا جبلا هذا هو حكمنا دارس بخويا هي يا زيد ورجلا صالحا بابتك زور واضح هنا لنتيجة لابو قيشتن أمدو بشا منادي بلا منادي مبني أجر تابعك بدل بو أويك ولولا شو يا معتوفك كمعتوفك ألي لسر نبو ودكرا ياك تتسر حكم منادي سر بخوان هيا إساوك لم يسال عن دركود الله أكبر الله أكبر واختبان قيسر إسا لم يسال عنك دركود أما أنا حكمنا ليس البخوان إذا تود لي يا زيد وعمرو فقد بعمرو ديخوني يعني حكمنا ليس البخوان من هذا فرد معرفة إذا نعلم باعتبار لفظ مرفوع باعتبار محل منصوبة باشا لا بدل لك اجتهلوا ليا زيد أخا عمرو نعلم أخا أما باعتبار محل منصوبة لا أما من هذا البخوان شونك من هذا مضاف دبير لا مضافش منصوب دبير لو كيكشن يا زيد وطالع جبلا من هذا شبه مضاف دبير شونك إذا نعلم باعتبار لفظ باعتبار محل أجر تابعي منادى مبني بدل بن يا معتوف يكبن كأليبيا ونبو معتوفك حكم منادى سر بخواني أو كانك ما نولوا صفة تأكيد عطف بيان معتوفك كأليبيا وبأمانة دكتور بباري لفظ مرفوع بن بباري محل منصوب والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. الدعاء بخير إخواتنا بيبش من مكان لكاتب بانك دايو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.